السلام عليكم، عندكم الخطوة الثانية. كيف تقع كاشير مثلا؟ تستخدم الشبكة، تستخدم المسدس هذا، شوف تضغط عليه كذا كذا، خلاص ترجع تحاسب. عندك هذا كاشير، تضغط هنا في الباركود الدولي هذا، خلاص ده وهذا عندك مثلا، هذا الثاني تضغط على الباركود، خلاص هذا بالاونكس برو او يمن سوفت، تضغط بعدين اف 10 او اف 12، اف 10 تضغط انتر. كم يعطيك؟ 50 يعطيك هذا، خلاص تعمل انتر انتر، خلاص تخرج. او في خطوة ثانية تسوي اف 12، اف 10 او اف 12 كذا. سلامتكم. اما عن الشبكة، الشبكة ترفع كذا، تضغط عملية شراء 10 ريال مثلا، 10 ريال، لا الحين هذا ريال، تزيد صفر 10، تزيد صفر 100، تزيد صفر 1000، تكنسل بهذا، خلاص تمام. مثلا 10 او 100 ريال، 100 100، بعدين اوكي، تحط الباسورد على طول، خلاص بعدين تضغط اف 12 او اف 10، اف 10 او اف 12، انتر انتر، خلاص حاجة سهلة ما يحتاج ليش اي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.